انت متخصص من العيام قد ايه مشكلتنا كلها. لا جينا نعتصم ولا جينا نتظاهر؟ لا احنا جينا نتظاهر يا عم. لا مش جينا نتظاهر يا عم، انت ايه هتلبسنا تهم؟ احنا عاوزين بس نتظاهر زملاتنا. امال انتوا طب انتوا موجودين عند مجلس الوزراء ليه طالما مش هتتظاهر؟ جايين نشوف حل المشكله بتاعتنا، مش جايين نتظاهر. طيب اللي حصل انت جاي نشوف حل اللي حصل. انتوا معهد ايه قلت لي؟ احنا معاد كتير مش معهد واحد. معهد خاص، معهد تمريض خاص، معهد خاص على مستوى. احنا طالبين ان احنا نتلاوى بزملاتنا اللي دخلوا معهد تمريض خاص. والناس المتعرضه ليه ما يسبحوش الناس غير اللي احنا معلمين حكومي؟ 60% في التمريض في مصر في عاجز. 60% شوفوا ان في 60% والله والله 60% من عاجز التمريض في مصر. يعني فتحت مش لاقيين والله. هو انتوا المعهد الخاص بتاعكم سنتين ولا اربعة؟ سنتين. هما دلوقتي الناس كلها واخده سنتين. هما دلوقتي مش عاملين اختبارات، ونجحنا في الاختبارات يقول لك 200 واحد من 4000 في. هما دلوقتي مش معتمدين على الحاجه الخاصه اصلا. طيب احنا جايين لكم وعلمونا، احنا مستعدين ندرس تاني سنتين تاني. احنا العيال دي بيصحوا يعلمونا، عايزينه ويشغلونا. احنا مش شغالين وبعدين احنا طالبين تساوي زملاتنا اللي هم دخلوا معهد تمريض واشتغلوا واستلموا التكليف بتاعهم. احنا طالبين التساوي. في ناس كانت في الجيش ما كان اياميها فما عرفتش ان هي تخش المعهد. احنا طالبين بالتساوي بس. يعني نقدر نقول ان انتوا الوقفه بتاعتكم دي علشان تحولوا ال معهد فن صحي حكومي زي زملاتنا اللي دخلوه. احنا طالبين بالتساوي ولا تحولوا المعهد بتاعكم لحكومه؟ اه نتحول. لازم مش عايز تتعلم دلوقتي نتعلم، نتعلم تمريض على اساسه. مع ان احنا والله العظيم احنا اكتف جدا. سيرته حلو. انا نفسي مع الناس في الكليات والله العظيم مع الناس تمريض في الكليات وعلمهم ازاي يشتغلوا في الكليات. لا وكمان بشتغل مع دكاتره، انا بشتغل مع دكاتره كمان. ناس دكاتره اساتذه الجامعات والله بنشتغل معاهم ومساعد نعلم على الناس دي كلها. غير ان يعني حرام ان احنا نبقى شغالين في الشتات وفي اي وقت لما نتخيل احنا شغالين فيه تصدع عن الناس دي اللي جاي. احنا شغالين على كده على قد ما احنا يقول لك يلا برضه عادي. كان في ايه من علاج شكوميه وحكوميه بتتطلبها من احنا بنعلم. احنا بلد شهايد يا اسطى. احنا بلد شهايد. احنا كوس بعتمد على شهايد من اي حاجه. انا بعلمها هو لحد كده شركه بس. ايوه بتشتغل تحتها يعني. طيب انتوا بالنسبه للوقفه دي انتوا واخدين تصريح بيها ولا جايين كده؟ تصريح من الداخليه. تمام. احنا بنستنى التمصريح بيجي على التصريح ده. قشطه. وادوكوا التصريح صح؟ الناس دي شغاله بقى لها اربع سنين في المجال. في واحد اشتغل شهرين اتنين ما تصورنيش بس انا كلمته. لما يبقى واحد شغال شهرين واحد شغال اربع سنين انه الافضل انه الاحسن؟ ماشي. دلوقتي في المستشفيات الحكومه الممرض بيمسك 15 حاله. ماشي. بال 15 حاله دي اللي هيدي الكفاءه الكامله واداء شغله الكامل لكل حاله. مش هيدي 10% لشغل لاي حاله. فاهمني؟ في عجز في التمريض. في اكتر من 20% من اكتر من 30,000 قصدي ممرض على مستوى الجمهوريه في عجز. فاهمني؟ اما يزودوا ده بدل ما يبقى ممرض ماسك 15 حاله. لا اما يبقوا ممرضين ثلاثه ماسكين 15 حاله ده افضل. هتلاقي